هذه الدار التي يقال أو يؤكد كثير من المؤرخين المهتمين بالتاريخ القديم أنها بدأت مع الحميريين، وأن هناك حجرة أو ما يشبه الكهف داخل هذه الدار، ربما كانت مقبرة صخرية من المقابر التي اشتهرت الحضارات اليمنية القديمة بإيداع المومياء التي كان يتم تحنيطها داخل هذه المقابر الصخرية لحفظها. كثير القصر هذا أو دار الحجر كما نحب في اليمن أن نسميه نسبة إلى الحجرة المبني عليها أو إلى الجبل، بيثير دهشة كل الزائرين اللي بيتوافدوا إلى زيارته من كل أنحاء العالم بمختلف بلدانهم ومناطقهم، لأنهم بيستغربوا كيف تمكن المعمار اليمني من بناء هذا الصرح المدهش بدون أي وسائل حديثة مثل الرافعات والأشياء هذه اللي بنستخدمها الآن في بناء ناطحات السحاب. دار الحجر يعتبر من أحد أهم المعالم الأثرية في اليمن، والذي يقع في قرية القابل في وادي ظهر في صنعاء. يتميز بموقع جغرافي وطابع معماري فريد جدا، حيث أنه تم بناءه على صخرة جبلية وتم نحت المبنى من هذه الصخرة الجبلية وتطويرها.